الكلام كله كان في الفترة اللي فاتت خلال الأيام الماضية على قصة محمد صلاح، هل سيتواجد هل لأ. إدارة ليفربول زي ما شرحنا كانت متمسكة ببقائه على اعتبار أنه يستمر في برنامجه التأهيلي. كان تردد كلام في بداية الأمر على أنه حتى لو هو مصاب فيجي والجهاز الطبي لمنتخب مصر يكشف عليه بنفسه، والكلام ده للأسف يعني أثار بعض من اللغط، لكن الحمد لله حسم الجدل والقائمة أعلنت ولا يتواجد فيها محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ابو جريشه، شايف القصه من البدايه ماشيه ازاي وطريقه التعامل في الملف ده، هل زودت احساسنا ان ممكن يكون في فجوه، وده اكيد مش من مصلحه حد، لا من مصلحه المدير الفني لمنتخب مصر ولا من مصلحه ايضا قائد المنتخب او كابتنه؟ يعني الموضوع اخذ اكبر من حجمه وكان لازم يتقفل في ساعتها، لان لما بتتكلم في لعيب زي محمد صلاح ده قيمه كبيره قوي لمصر وللوطن العربي كله. النهارده محمد صلاح لما تتكلم عن القيمه دي او عن اللعيب ده في مستوى العالم، يعني اللعيب بينافس على بلندور، مش هينفع ان انت تتكلم فيه في تخوين او في ان انت ما عندكش اصابه، خصوصا ان انت مش متواجد اساسا مع ليفربول في الفتره اللي فاتت. اخر ماتشين بعد الماتش اللي سجل فيه جونين وهو كان بيستعد باستعداد قوي لماتش النهارده اللي هو السيتي، ويمكن يشارك وممكن ما يشاركش على حسب الاصابه وقيمتها دلوقتي وصلت لفين، وهل تفاقمت ولا المفروض ان هو يكون جاهز. الحاجه الثانيه، لما نادي ليفربول بيبعت برساله او ايميل ايا كان اللي بيبعته للاتحاد المصري، فدي حاجه المفروض انها تكون رسميه وهم عندهم مصداقيه في كده، لان الموضوع كبير. الموضوع مش قصه ان انا بتهرب من المنتخب وقيمه المنتخب اكبر من ان محمد صلاح يتكلم فيها في حته ان انا اجي عشان اصابه او عشان اثبت ان انا مش مصاب. الموضوع يعني ادفى من الواحد يتكلم فيه، ما يصحش ان احنا نتكلم في حاجات في التوقيت ده. احنا بنجمع الناس عشان تبقى واقفه مع المنتخب، مش بنجمع اراء عشان تبقى فيه مهاترات كتيره على موضوع ملوش اي 30 لازمه. فهو القصه من البدايه كانت لازم تتقفل من الاتحاد. ما كانش ينفع ان انا اتكلم في ان انا لازم اجيب محمد صلاح واخلي منظر الكابتن حسام حسن في التوقيت ده ان هو اللي معترض على عدم وجود محمد صلاح في التوقيت ده مع المنتخب، وبالتالي انا عايزه عشان اكشف عليه عشان اثبت ان هو مش مصاب. فالموضوع دخل في لغط كبير كان لازم يتقفل من البدايه، بمجرد ما الفاكس بتاع ليفربول او ايا كان اللي وصل كان لازم يتقفل من الموضوع من اساسه. خلاص احنا مقتنعين ان في اصابه، وعلى الملأ الماتشات اللي فاتت مع ليفربول هو مش مشارك فيها، وعلى الملأ برضو الماتشات الاخيره مع المنتخب هو ما شاركش فيها. يعني اذا كان في اصابه واصابه حقيقيه، فكان الموضوع من البدايه خالص يبقى في اقتناع ما بين وثقه ما بين الاتحاد المصري لكره القدم ونادي ليفربول والاداره بتاعته ومحمد صلاح ايضا. تمام.